نفذت قوات سوريا الديمقراطية فجر اليوم عمليتين ضد عناصر جيش الاحتلال التركي وميليشياته في محور أعزاز بحسب وكالة أنباء هاوار. وفي إطار الحملة الثورية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس في عفرين، نفذ المقاتلون في الساعة الثالثة من فجر اليوم عمليتين نوعيتين ضد جيش الاحتلال التركي وميليشياته. وخلال العملية الأولى وبحسب الإحصائيات الأولية قتل 6 من عناصر الاحتلال التركي وأصيب العشرات منهم بجروح، فيما وقع العشرات بين قتيل وجريح في العملية الثانية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات والعربات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.